وكيف هذه راح تتحقق رغبتكم في أن يجتمع الإطار ويحقق الحقيقة؟ الإطار قبل تشكيل هذه الحكومة دخلنا بالانتخابات، الانتخابات البرلمانية كان الإطار موجود، ودخلنا في الانتخابات أيضا كل كتلة على حالها، بعض الكتل اتفقت، بعض الكتل نزلت بمفردها، ولكن تحققت الأطروحة بأن بعد الانتخابات اجتمعنا وتشكلت الحكومة من خلال هذا الاجتماع، وحاصل ما حصلت عليه مؤسسة الإطار خلينا نسميها. فعندنا تجربة ناجحة، وتوحدنا في إطار في داخل الإطار، ومضينا باتجاه تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء واختيار رئيس الجمهورية واختيار الوزراء أخرى، وكل شيء تم بعدما أجرينا الانتخابات منفردين. الآن أيضا التخوف اللي تفضلت به، أنا مطمئن أن الجميع سيأتي إلى الإطار من أجل أن يتفاهم على تشكيلة الحكومة، الحكومات المحلية. أما المعارضة هي القوى المشتركة في الانتخابات، ليس كلها قوى الإطار، إنما قوى ناشئة موجودة وقوى أخرى أيضا سوت ائتلافات فيما بينها وستشارك بالانتخابات، وهذه تصلح أن تكون جزء من عملية تشكيل المحافظة، وتصلح أن تكون جزء من آلية المعارضة التي تقتضيها العملية السياسية.